نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقاء ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وبتبليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة بتقدم العيادات التخصصية، عندنا 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا كمان المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية والأشعة السونار. الفحوصات دي بنوفرها عشان ندعم قرار الطبيب تجاه المريض، سواء كان هو هيكتب له العلاج المتوفر بالمجان في الصيدلية لكل التخصصات المتاحة عندنا، أو إن هو يعمل له قرار نفقة الدولة يقدر إن هو يتحول لأقرب مستشفى مركزي، أو إن هو يحوله برضه عشان يعمل عملية جراحية. القافلة بتخدم قرية وجميع القرى التابعة ليها بتعداد سكاني كبير مش قليل، بيجوا للناس لحد عندهم. الناس مبسوطة جدا جدا بالخدمة اللي بنأديها، استقبالهم ما شاء الله جميل، وياريت ان هم يكرروا لنا القافلة دي دايما في الوحدة، لان اهالي البلد يعني في حاجة الى القافلة دايما. يعني احنا جانا كشفنا وجابوا علاج ببلاش، والقافلة كويسة والدكاترة كويسين. احنا والله العظيم فرحانين اللي القافله جات لنا النهارده، وجبنا اولادنا وجينا نكشف عليهم واتصلوا علينا وقالوا لنا، وجايين النهارده الحمد لله اللي هي جات لنا وعايزينها تتكرر عندنا على طول.